لو الحكاية فيها إن فيتو. نعم. حد جاب شيء في السلاح؟ لا تسرع على شيء يكون ضربته مكشوف. نعم. لا هو واقع في الكلام. لا هو مين؟ هو مين؟ تفضل. نعم. التحفظ عليها ونجيب دكتور يشوفها، انما المحكمه مش هتخسر حاجه لا لا لا, لا تبوس في اعماقها. وانت راجل يا استاذ ياسر اللي بعدها ايه؟ الصوره الاخرى. لو قلنا في الصوره اللي فاتت بتاعتهم عليك قلنا الصوره. نعم رجعها ثاني. بقعه الدماء ان ايه؟ لو قلنا في الصوره اللي فاتت دي ان بقعه الدماء بجانب راس المريض. ما احنا قلنا راسه في بقعه الدماء. وليس بحول جسد اي مرض، لو قلناها انت تجاوزنا. لا ابدا. حاضر. ويذهب في تلك الصورة أيضا. ويظهر في تلك الصورة أيضا أنه لا توجد سمة إصابات في جسده، مش عارف كده؟ وإذا كان الدم ده الله أعلم نازل من المريض ونازل من الدماغ ربنا يرحمه، لأن بعدها يعني. الصورة الأخرى. والصورة الأخرى لمدرعات تابعة للشرطة داخل سوق ولم يظهر. نعم. ما نعرفش إذا كان نادي شرطة ولم يظهر حولها سمة أشخاص. اللي بعدها. والصورة الأخرى لذات الشخص الواقع على الأرض ورأسه حولها بقعة دماء ويظهر كف أحد الأشخاص يحاول رفع رأسه.